بسم الله الرحمن الرحيم. عندما أتكلم عن تمارين التكنيك بعد فترة الإحماء، أدرج ضمن ذلك الكلام تمارين الربط. واحدة من تمارين الربط المهمة هو أن تثبت عدد من اللاعبين في منطقة وتحرك عدد من اللاعبين في منطقة أخرى. يعني إذا أريد نتكلم كلام من ذهب، لازم نحوله إلى أفعال، لأن الفعل أحسن من الكلام. فأشوف هذه تمارين التكنيك اللي هي نتيجة لمجموعة من حركات الربط والتصويب على المرمى، بوجود مدرب مجهز وبوجود مجموعة من اللاعبين تشتغل، مجموعة تتحرك ضمن هذا المربع اللي هو داخل السلسل الهجومي، ومجموعة على رأس السلسل الهجومي، وفي لاعب هنا مجهز وفي مدرب مجهز بالكرة. التمرين يحتاج أن تراقب ببطء، فدحرج فيه، في تمريرة، في تبادل كرة بالمثلث، في مدرب يلعب كرة مع الرقم واحد يعدها إلى أنا تكنيك أدرب الآن. أنا أريدك تشوف هل هناك تكنيك جيد ولا ما في تكنيك جيد، هل هناك عدد كرات وتكرار ريبتيشن بالتمرير والاستلام والدحرجة، ثم لاحظ كرتين، كرة يمررها، كرة تجي من المدرب يرجعها، يعني هاي كرتين، وكرة ثالثة عنده هاي ثلاثة، وكرة رابعة هاي أربعة. هذا ما أعنيه في كلامي الدائم مع المدربين، أما يعرف بالريبتيشن، أما يعرف بالتعامل مع الكرة لأكثر من مرة. هذا هنا تعامل مع الكرة لأكثر من مرة. فعندي جهة تتحرك وعندي جهة ثابتة، ولكنها تبدل المركز لاحظ اثنين وثلاثة وأربعة بعد تنفيذ البناء من الجناح، وفي لحظة لعب الكرة أمام منطقة الجزاء يبدلون المركز، بينما هذه الجهة تستمر على ما يعرف ب ندخل متغير بالتمرين. شوف المتغير كيف راح يكون، اريدك وتحفظ دون ان اشرح. لاحظ رقم واحد، لاحظ وين رقم واحد راح مكانه. كنا نبحث عن متغيرات، اين المتغير، من اين يبدا المتغير. هاي نفس الفعاليه، الشوتنج نفس الفعاليه، هل بعد الشوتنج اكو شيء جديد؟ لازم اعرف، لازم افكر أنا أضع شيء جديد بعد الشوتينج واستلام الكرة الثانية. لاحظ تبادل الكرة، لاحظ أربع كرات اللاعب يلعب، هذا يسموه ريبتيشن. هذا كله ريبتيشن، كله تكرار تكرار تكرار، لأن أنا أخلي مصب عيني ما يعرف ب التطوير بالتمرين. يعني لازم، هل هناك إمكانية جعلها خمس كرات؟ نعم. لاحظ ماذا حدث الآن، ثمانية، أريدك تلاحظ بعدين هذا موجود، لاحظ خمسة، يلعب كرة يرجع يسند سبعة، يلعب مع جدارية، يكون اللاعب ويكون التمرين قد ركز على مفهوم ما يعرف بتدريب التكنيك. كل ما أسويه أنا الآن هو تكنيك. فالمدربين اللي دائما يسألوني انه هذا الشيء اللي يعجبك بالتدريب، يعجبنا جدا انه التعامل مع الكرات هاي الكثيره، لان انت شوف التمرين طبقه وطوره. انا المهم عندي التكرار التكرار التكرار، عندي يعني اذا اقول نقاط التدريب التكرار، نقاط التدريب الكواليتي، انا اهتم بالكواليتي، بالسرعه، سرعه التنفيذ، الوقفه المفتوحة اهتم بيها، الاختيار التكنيك الصحيح، اختيار التوقيت الصحيح سواء للعب الكرة أو للركض، هاي كلها مهمة. التصويب، يعني أريد تصويب، أريد فينيشنج، يعني أنا مو أريد شوتينج بس، وإنما أريد فينيشنج، وأريد متغير جديد أنه اللاعب اللي يصوب ويستلم كرة من المدرب رقم اثنين ويلعبها يرجع يصير جدار إلى سبعة، يصير وان تاتش بين خمسة وسبعة واثنين، ويصير الشغل كله وان تاتش وان تاتش.
18 18 اذا قدرنا نجعل الميثودولوجي مالنا على هالشاكله ونستغل فتره قصيره جدا لا تتجاوز 10 دقائق بعد فتره الاحماء لتنفيذ ما يعرف بتطوير وتحسين التكنيك بمختلف مناطق الساحه وبمختلف التشكيلات نكون احدثنا ثيمة جيدة في ستراكشر مال كرة القدم. أنا دائما أركز على إحداث متغير في ستراكشر مال كرة القدم. فهي إذا تقول لي إيش يدرب هذا؟ هذا يدرب تكنيك ماذا؟ لاحظ أنت استلام وتسليم، تبادل كرة بمثلثات، تبادل مراكز، اللعب من اللمسة الأولى، اللعب بأكثر من كرة، لعب الكرة العكسية الأرضية الحادة، الشوتينج، لاحظ كل شيء موجود في هذا التمرين، المناولة الجدارية، كي تبادل المراكز، فكل شيء موجود في التمرين وكل شيء يركز على ما يعرف بالتكنيك. النقطة المهمة في التدريب أنه بعد أن تخلص على جهة اليسار تنقل المربع إلى جهة اليمين، لابد وتغير مراكز اللاعبين ونفذ نفس التمرين لكن من الجهة في المركز، لابد لا تنفذ من جهة واحدة في مثل هذه التمارين. تكون أنت وضعت لبنة جيدة من لبنات التدريب أو هيكلة الوحدة التدريبية وهو تدريب التكنيك. التكنيك يستمر تدريبه إلى ما لا نهاية حتى مع اللاعبين الكبار، لكن لوقت محدد وقصير ولغاية معينة. هذا نموذج ممكن تطويره إن تطوره، ممكن تطوره. بس كيف ممكن أن تجهل السؤال الآن؟ أريده تنتبه لهذا اليوم الجمعة بكرة الصبح إن شاء الله تجلس تفطر أو اليوم بالليل أنت وأصدقائك تقول لي شنو اللي أسويه حتى أخلي المثلث 2 و3 و4 بنفس الوقت يستديرون فيصير ماكو مثلث ثابت، الكل تتحرك. يعني مو أخلي 2 و3 و4 ثابتين وبعدين أبدلهم ثلاثتهم، لا، أخلي تبديل 2 و3 و4 من خلال التمرين. الآن لازم أبدل المثلث، يطلع واحد من اللاعبين يجي واحد من اللاعبين اللي ينبدون هناك. فهاي الفكرة، كيف انت تجعل هذا التمرين يصبح مور دايناميك؟ يعني التبديل يصير في كل مراكز اللاعبين. طبقوا التمارين اللي اعطيها، انا التمارين هاي اسسها بفكر وبعض الاحيان بخيال راقي حتى يعني حتى نضع مستجد، حتى نضع حدث جيد في أحدانا التدريبية. وأنا ركزت على مفهوم التكنيك في مختلف المسارات بعد فترة الإحماء. أنا الدكتور موفق المولى، جمعة مباركة عليكم، اليوم 15 بكرة 16 نوفمبر، جمعة سعيدة على البشرية إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.